مقالي ومقاله تأجيل المؤجل وسحر المغاربة. النهاردة منذ لحظات قليلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن تأجيل المباراة المؤجلة اللي كان المفترض هتتلعب 1 نوفمبر يوم الحد بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وكان المثبت أيضا أنه النهائي الأهلي يوم 6 نوفمبر ينتظر الفائز من الزمالك والرجاء يوم 6. الاتحاد الأفريقي أعلن منذ قليل تأجيل المباراتين ولم يحدد بعد الموعد. الحقيقة الوحيدة المؤكدة أن الأهلي في الفاينل. آه. هيتلعب فين وإمتى وإزاي ما احناش عارفين. مين الطرف اللي هيلتقي الأهلي؟ طبعا مش هنعرف غير لما تتلعب المباراة. فمش عارفين. فده اللي أنا بقوله، كلما تقترب من أنك تقول خبر شبه مؤكد تكتشف ان مفيش حاجه مؤكده. عشان كده طبيعه الحل الدوشه اللي حاصله حول النهائي الافريقي، حتى الشغف بانك انت مستني ومتراقب، وكان زمانك بتخلص اليومين دول وعارف راسك من رجليك وهتستعد لموسم جديد، وبعدين تخش بقى هتلعب بني قايمه القديمه ولا الجديده وهتسجل ازاي، الدنيا مشتبكة، محدش راضي يفك اشتباكها. طيب عشان كده هنقول لكم 5-6 حقائق في هذا الموضوع. الحقيقة الأولى أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو من طلب تأجيل المباراة النهائية. أيوة، الاتحاد المصري هو اللي طلب. احنا الناس الفترة أو اللحظات الساعات الأخيرة الكل اتكلم على ضغوط مغربية لإنقاذ الرجاء، الزمالك يشكو أنه الأمور كلها تسير في اتجاه تجهيز الرجاء وإتاحة الوقت أكتر للرجاء المغربي لتعافي لاعبيه من كورونا، لكن الحقيقة المؤكدة أن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل للاتحاد الأفريقي يطلب تأجيل مباراة الدور النهائي ليوم 8. هنا غاب على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه أو هو حب يأجل ليوم 9، أنه ده بداية الفيفا دي، بداية الأجندة الدولية في هذا التوقيت، فكان من المستحيل انه هتتلعب مباراه في بطوله الانديه في هذا الموعد. اذا الاتحاد الافريقي، اما وانه الاتحاد المصري لكره القدم حسب القرعه هو اللي هينظم المباراه النهائيه، مش هيلعب قبل يوم 6 او حتى يوم 6، فبالتالي بدا النظر في المواعيد البديله. المواعيد البديله زي ما هقولها لكم هتكتشف ان لحظه واحده هنا تفسر بايه نفي نائب رئيس اللجنه التي تدير الاتحاد تقدم الدكتور جمال محمد علي هو نائب رئيس الاتحاد، ما هو ده برضه في مداخله مع الكابتن شوبير. لا، هو لا يعلم حقيقه ما حدث مؤكد، لا لانه طبعا ما يعرفش، لانه المؤكد انه في جواب راح من اتحاد الكره للاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي اجل بناء على هذا الالحاح من جانب اتحاد الكره، فبدا النظر في المواعيد البديله. عشان كده ما نقولش بقى لا فوزي لقجع هو اللي ضغط، ولا المغاربه هم اللي جاملوا الرجاء، ولا الامور مشيت في على الاقل في الازمه دي في الاتجاه ده. كل ما حدث انا عندي اجنده افريقيه في تصفيات بطوله الامم الافريقيه يوم من 9 ل 19، فمن خلال 9 ل 19 نوفمبر مستحيل تلعب نهائي دوري الابطال، لانه القاره مشغوله، او حتى لعيبه الانديه المتاهله للنهائي مرتبطه بمنتخباتها رسميا. منتخب مصر هيلعب مع توجو في القاهرة 14-11، ثم مباراة العودة 17-11 في توجو. يبقى لغاية 19، من 9 ل 19 ما عندكش فرصة إن أنت تلعب نهائي دوري الأبطال.